ايوه جاء الحين وقت ايش؟ جاني ابو سليمان قال معك اشتراك بالجيب، قلت اي والله الظاهر المرتبة كفو. هذا هو من شركة راف باور. تصدق يا ابو فارس واحد من السن يقوم يشرك به شيء وسبع مرات ما شاء الله. شغل يا محمد شغل. وين الموجب عاد؟ الموجب الايمن. شغل يا محمد. خلاص روح بس. اكيد. مرة ما جاك عندي. والله انه يسوى كل ريال يدفع فيه. شغل. سلام. لقينا فرصة عشان تشوفون احد مهام هالجهاز.